هو في الحقيقة هذه وقفة احتجاجية، لا، لكن هذه مسيرة من مواطنين سقي الدير من العديد من المكونات، من جمعيات وأحزاب ومواطنين مستقلين يعبروا فيهم على نبذهم للعنف بجميع أشكاله من أي طرف من الأطراف. لأنه احنا في يوم من الأيام وقت اللي كانت الديكتاتورية طحنتنا في البلاد هذه ما كناش نشوفوا يعني هالأشكال هذه من العنف أو من الممارسات أو من بعض الشعارات اللي تمس يعني بالإسلام، معناها يعني في أي يعني وقت من الأوقات. والله المسيرة هذه جات في وقت حرج، نشوفوا كون الوضع في تونس معناها نتيجة تصريحات بعض السياسيين والإعلاميين معناها ولات فما معناها احتقان كبير، وفما معناها بوادر متاع أزمة معناها سياسية قد لا قدر الله معناها تؤدي بالبلاد إلى العنف. فقلنا احنا من استباقا للمخاطر اللي يمكن تحدق بالبلاد هذه نحاولوا باش نظهروا ونقوموا بمبادرة من خلالها معنا نظهروا للشعب متاعنا انه احنا بلاد متاع سلم، شعبها مسالم، شعبها معناها يدين العنف، شعبها يتبرى من الناس معناها اللي تمارس في العنف من المستويات الكل، معناها من اقل من اقوى معناها من الهرم اللي موجود في السلطه اللي تمارس العنف الى اقل انسان بسيط يمارس العنف. هذايا معناها احنا كشعب تونسي ندينوه. الاسلام دين الحريه والسلام، الاسلام دين الحريه والسلام.